امام الحارس زمنوش وامضى الهدف الاول. اتحاد الجزائر حاول بعد ذلك قصد تعديل النتيجه، ضغط وحاول تنظيم الصفوف عن طريق اللعب الجماعي. الهجوم ضيع فرصا عديده، اندرسون بعد خطا في دفاع الحراش لم يستغل الفرصه وكره في المرمى الجانبيه. كان ذلك في الدقيقه 24، وفي الوقت الذي كان فيه اشبال المدرب كمال مويسا مسيطرين محاولين تعديل النتيجه، سواكير وبعد هذا العمل من اللاعب المتالق جابوا دائما على الجهه اليسرى لهجوم الحراش، سواكير بهذه الكيفيه يضيف الهدف الثاني. رد فعل الاتحاد الجزائري كان عن طريق حميدي 5 دقائق قبل نهاية المرحلة الأولى، لكن لم يفلح وانتهى الشوط الأول بتفوق اتحاد الحراش بهدفين لصفر. مباشرة عند انطلاق المرحلة الثانية الضربة القاضية ضيعها بورغبا وجها لوجه مع الحارس زمانوش. وفي الدقيقة 25 من الشوط الثاني بورغبا عوض تلك الفرصة ليضيف الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق من زميله سواكير. اتحاد الجزائر عاد في الدقائق الأخيرة وسجل هدف الشرف في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب خويلد بالرأسية لينتهي اللقاء بتفوق اتحاد الحراش وب3 أهداف لـ1 و3 نقاط ثمينة لاتحاد الحراش. بنشوفنا فريق اتحاد الحراش اللي بيتابع بالحب يستقبل فرض عليه التعادل السلبي، رغم انه كان المبادر الى الهجوم في الدقيقة 28. بعد هذا العمل الجماعي المنسق خديس تنتهي الكرة عنده ويسدد، ولكن القائم الايمن للحارس بلهاني ينوب ويبعد الخطر. نصر حسين داي واصل العمل الهجومي وهذه توزيع التسديدة وبلهاني دائما في المكان المناسب. الرد جاء عن طريق حمدي وتسديدة توزيعة لم تمر بعيدا عن اطار مرمى الحارس عسلة، وهي اخر فرصة في هذا الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. في المرحلة الثانية وصلت النصرية العمل الهجومي خاصة على الجهة اليسرى. هنا حفيد يتوغل على الجهة اليسرى يراوغ يوزع وتسديدة سد قوي لم تمر بعيدة عن اطار الحارس بلهاني. نفس اللاعب عاد بعد ذلك بعد هذه كرة من عباس مرتدة من الدفاع، سد قوي يسدد ولكنها تمر فوق الاطار دائما. فريق جمعية الحروب اكمل بقية اطوار المباراة بـ10 عناصر بعد التدخل هذا من تيلبي والبطاقة الحمراء، لكن رغم ذلك فريق الجمعية واصل الصمود في الدفاع واخطر فرصة من غانا يوزع على الجهة اليمنى وحفيد برأسية كاد يخادع بالهاني. دائما النصرية ورحلة البحث عن هدف التقدم في هذه المباراة. حفيد على الجهة اليمنى او اليسرى يوزع ولكن من دون جدوى بعد التسديدة فوق اطار المرمى. رد جمعية الحروب جاء عن طريق زيراتور وهذه الرأسية التي لم تكن مركزة. اخر فرصة في المباراة كانت من جانب جمعية الحروب، تسديدة صدها عسلة ببراعة. وعلى نتيجة 0-0 انتهى اللقاء.